من المحراب نشدو في حديث جميل ماتع عذب المعاني، فتنشرح النفوس بطيب ذكر ويحدون الحنين إلى الجنان. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، والصلاة والسلام على النبي المختار وآله الأبرار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله علينا أن أنزل علينا شريعته الكاملة التي لم تدع شيئا إلا بينته، التي نظمت لنا معاملاتنا فيما بيننا، ونظمت لنا الأمور الاقتصادية والبيع والشراء والمعاملات بين الناس، وتعامل الرجل مع امرأته، وأحكام الأحوال الشخصية بجملتها. ولم يدع ذلك لنا نجتهد فيه ونختلف ويطول الجدال فيه. لذلك يقول الله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، الله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم، تبيين الله جل وعلا لنا هذه الأحكام أفضل من أن نفكر نحن بأنفسنا في كيف ننظم أمورنا وعلاقاتنا، لأن مراكز الأبحاث والدراسات مهما درست ومهما يعني مضت عليها من سنوات فإنهم يرجعون ويراجعون أعمالهم ويصححونها ويختلفون فيما بينهم. ثم إن البشر لا يتفقون على أمر واحد، ثم إن البشر لا يعرفون مصلحتهم وما يصلحهم كما يعرف ذلك خالقهم جل وعلا، بل إن البشر ولله المثل الأعلى، يعني الذي يصنع شيء هو أعلم به من غيره، فالذي صنع هذا الحامل مثلا أعرف به وباستخداماته من غيره، ولله المثل الأعلى، هو الذي خلق البشر ويعرف ما يصلحهم ويعرف طبائعهم، طبع هذا وطبع هذا وطبع البشر إذا اختلطوا وإذا جلس كل واحد منهم لوحده، فهو أعلم بما يصلحهم جميعا. لذلك قال: والله عليم حكيم. عليم، وهو الذي علمنا ما لم نكن نعلم، عليم بأحوالنا وبما يصلحنا، وحكيم فيما يشرعه لنا، فيشرع لنا ما هو ليس ما هو صالح لنا بل ما هو أصلح لنا. فنحمد الله على هذه الشريعة العظيمة. ويتوب عليكم، لاحظ أن الله قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم، ثم قال ويتوب عليكم، يعني أن الله جل وعلا يريد أن يتوب علينا. والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، كرر الأمر مرة أخرى. لاحظ في آيتين متعاقبتين ذكر الله أنه يريد أن يتوب علينا، ما يفصل بينهما إلا ثلاث كلمات: والله عليم حكيم، ليتذكر الإنسان أن الله جل وعلا يفرح بتوبته، بل ويريد أن يتوب عليه. ومعنى يريد أن يتوب عليكم إنه أيضا يوفقكم للتوبة ويسهل لكم التوبة. ولاحظ أن الله جل وعلا هو الذي يخبرنا بالصواب من الخطأ وبالطاعة من المعصية، ثم يوفقنا لفعل الطاعات ولترك المعاصي، وإذا أخطأنا يوفقنا للتوبة منها، ثم يقبل منا هذه التوبة. فما أعظم فضل الله جل وعلا علينا، يقبل منا التوبة التي وفقنا لها. كيف ييأس الإنسان من رحمة ربه بعدما يقرأ هذا؟ الله يريد أن يتوب علينا، يريدنا أن نرجع ويتوب علينا جل وعلا. بينما أصحاب الباطل ماذا يريدون؟ قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد أن نعود إليه ونلتزم بالصراط المستقيم، وهؤلاء يريدون أن نميل عن الصراط المستقيم. يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هم اعتادوا أن يميلون مع شهواتهم حيث مالت، ويريدون منا أن نميل معهم. يريدون أن ننحرف عن أسباب السعادة ونتعب في ملاحقة أسباب الشقاء، ويوهموننا أن في ذلك التخفيف والراحة، بينما التخفيف هو في اتباع أوامر الله. يريد الله أن يخفف عنكم، الله هو الذي يريد أن يخفف عنا. أما هؤلاء فمصير دعوتهم هو الشقاء والعسر، والله هو الذي يريد بين اليسر ولا يريد بين العسر جل وعلا. اتباع الشهوات قد يكون في ظاهره راحة، لكن في حقيقته شقاء.
وهو في يوم القيامة شقاء وتعاسة وعذاب والعياذ بالله. أما اتباع أوامر الله فقد يكون في ظاهره تكاليف، لكن في حقيقته انشراح صدر وإعانة وتوفيق من الله جل وعلا على هذه العبادات، ثم المصير يوم القيامة في الجنة خالدين فيها أبدا. فالتخفيف الحقيقي هو في اتباع أوامر الله جل وعلا، ودين الله ليس بشاق وعسير، بل إن أوامر الله سهلة علينا، وما جعل عليكم في الدين من حرج تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي خلقنا وأعرف بما يصلحنا وأعرف بما نستطيع عليه. وخلق الإنسان ضعيفا، فراعى الله جل وعلا ضعفنا وخفف عنا، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فنحمد الله جل وعلا على أن يسر لنا هذا الدين، ونحمده أن هدانا لهذا الدين، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على شكر نعمته، ويوفقنا لسلوك صراطه المستقيم، وأن يتوب علينا وهو التواب الرحيم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. طف الوفاء أتانا بصفائه حيانا، وأنار فينا دربنا والسعد قد وفانا. طف الوفاء فيه العلا، أنفق وجد بربانا.